ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون ريفيو عن البرفيوم ده من ذا بودي شوب، اسمه وايت ماسك فلورا. في الاول عايزه اقول لكم ان ذا بودي شوب الميزه الوحيده اللي فيها ان هي منتجاتها فيجن او نباتيه، يعني مش بيتم اختبارها على الحيوانات، واغلب المنتجات فيها مواد طبيعيه، والعطور بالذات معموله من كحول طبيعيه، ده على حد معلوماتي. فممكن تستعمليها للشعر، للجسم، لاي حاجه. وبرده عشان هي كده فهي ثباتها مش قوي قوي. انا هتكلم عن البرفيوم ده بالتحديد. ده وايت ميسك فلورا، لسه يعني اتعمل او نزل السنه اللي فاتت 2019. وهو اودو تواليت و 60 ملي، ده حجم 60 ملي. في حجم اصغر عمل 30 ملي، هما حجمين، حجم 60 وحجم 60 وحجم 30. هو ده شكله. الازازة سيمبل بسيطة، هم بيعتمدوا شكل الازاز البسيط السيمبل، ما فيهاش اي تكلفة ولا اي شكل ولا اي حاجة خالص. بتبقى صغيرة خالص وعليها اللوجو بالطريقة دي، وده الغطاء ومكتوب عليه من فوق ذا بودي شوب. الريحة، الريحة فظيعة. انا اول ما شمتها عجبتني جدا 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 جدا. هو طبعا وايت مسك، تفتكر ان هي ريحتها وايت مسك زي بتاع بصمد القرشي او زي مثلا بتاع برفيوم خالص مسك او كده؟ لا خالص، مش ريحة الوايت مسك اللي انا عارفينها ولا المتعارف عليها اطلاقا. ريحتها ورد، ريحتها فلوري اكتر منها ريحة وايت مسك اللي انا عارفينها خالص. لان هي داخل معاها في مكوناتها الورود بشكل كبير جدا، يعني المقدمة بتاعتها فيها البرجموت والفلفل الوردي، القلب بتاعها فيه الفوانيا وزنبق الوادي، والقاعدة هي اللي من المسك وخفيفة خالص، يعني اغلب زي ما شايفين المكونات بتاعتها فيها ورود. فهي اول ما هتشميها والاول وهلة اول ما هترشيها هتحسي بريحة ورد منعش، تحسي ان انتي قاعدة في حديقة، ريحتها منعشة فريش، ريحة ورود. وبرده مش زي الريحة بتاعت اللي هي بريتش روز، لا بريتش روز دي ورد جوري، ورد ورد. لكن وايت ميسك فلورا لا، ورد مختلف. في نفس الوقت هو مش ياسمين ولا فل، ريحتها حلوة جدا جدا. انصح الناس اللي هي بتحب روايح الورود ان هي تجربها وتروح تشمها، لان ممكن جدا تعجبها. وفي منها بودي سبلاش، واعتقد ان في منها لوشن برضو، وفي منها هاند كريم، وفي منها اعتقد شاور جيل، يعني في منها مجموعة كاملة زيها زي اي مجموعة في ذا بودي شوب. طبعا بالنسبة للثبات، عشان ابقى صادقة معاكم، طبعا ثبتها اللي هو ساعتين ثلاثة حرفيا، يعني ساعتين ثلاثة وبتروح وتحتاجي ترشي منها تاني. اولا لانها اوضه تواليت، ثانيا لان طبعا اوضه تواليت ثباته اقل، ثانيا ان ذا بودي شوب اصلا اغلب عطورهم، الاغلب مش كله، الاغلب روايحهم متثبتش. وكمان عشان دي كمان ورود، يعني روايح عموما من الورود حتى لو من مركب بتثبت، بتبقى ثباتها اقل من الروايح اللي هي فيها عود، فيها مسك، فيها عنبر. الروايح اللي هي اغلبها مكوناتها اخشاب، او الروايح اللي بنقول عليها عربية يعني. بس كده. فهو ده كان الريفيو بتاعي النهاردة. طبعا سعرها غالي جدا، فمنصحش حد يشتريها في غير الاوفرات، يعني عايز تشتريها اشتريها في اوفر يكون حلو. هي هنا سعرها 100، ثانية واحدة افتكر كان مكتوب على العلبة 195 ريال، ده من غير اوفر. في الاوفر بقى انتي وحظك، يعني حسب الاوفر، فيه بيبقى باي 2 جيت 2 فري، باي 2 جيت 1 فري، ساعات بينزلوا اوفرز عليها لوحدها حسب الاوفر اللي انتي هتلاقيها فيه، بتشوفي السعر بتاعها. بس يعني 195 ريال في برفيوم او دو تواليت 60 ملي ما بيثبتش الثبات ده، لا طبعا كتير 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 جدا عليها. ف
فلو حبيت انتي جربيها وتشتريها وعايزة تجربيها يبقى تستني اوفر وعرض يكون حلو جدا. انا جبتها في اوفر كانت نزلت ل70 ريال، يعني اقل من النص كمان، فكان الى حد ما معقول. فما تشتريهاش من غير اوفرز، لان هي ما تستحقش ان تشتريها من غير اوفر. هي برفان لكل يوم للبيت، ريحة صباحية منعشة كده، علشان خاطر ما تتوقعيش انها تبقى ريحة قوية والاستهرات او كده، او حاجة تقعد بقى بليه. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو ما كنتوش اشتركتوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار او منزل فيديو على طول. باي باي.